أهلا بكم إلى حلقة جديدة من مال وأعمال. أنا إنجي طاهر. موضوعاتنا اليوم ستكون عن جهود الدولة في تحفيز صناعة السيارات، وهذا ما سنناقشه مع المهندس جمال عسكر خبير صناعة السيارات. كما سنطرح كذلك أزمة تصفية شركة إيفرغراند العقارية وطبعا تأثيرها على الصين والاقتصاد العالمي مع هيثم الجندي المحلل الاقتصادي. ولكن دائما البداية مع أبرز الأخبار. عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم بشأن تشكيل المجلس الوطني لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية وجهود توطين تلك الصناعة الهامة. وأكد رئيس الوزراء أهمية تحفيز الاستثمار في مجال توطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية نظرا لكونه مجالا مهما تعتمد عليه العديد من الصناعات الحيوية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية المتوافرة في هذا المجال. هذا ووجه الدكتور مدبولي بوضع خطة تنفيذية مقترحة تمهيدا لعرضها على المجلس الوطني لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية عند تشكيله. إلى الشأن العالمي، حيث ارتفع الإنفاق العالمي على التحول نحو الطاقة النظيفة لأعلى مستوياته على الإطلاق خلال العام الماضي بنسبة 17% ليسجل $1.8 تريليون، بما يشمل الاستثمارات في الطاقة المتجددة وشراء السيارات الكهربائية وغيرها. ويشير ذلك الإنفاق القياسي إلى تنامي الحاجة للجهود الدولية من أجل مواجهة تغير المناخ، رغم ارتفاع إجمالي الإنفاق في العام الماضي إلى أنه أقل من 4.8 تريليون دولار اللازمة سنويا في الفترة من 2024 وحتى 2030 لوضع العالم على مسار صافي الانبعاثات الصفرية. لمتابعة أكثر حول هذا الملف بتنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة. أهلا وسهلا دكتورة وفاء. في البداية، شايفة زي دكتورة وفاء ارتفاع الانفاق العالمي على الطاقة النظيفة، بنتكلم أنه بيسجل تقريبا أعلى مستويات $1.8 تريليون في 2023، بتقيمي هذا الرقم إزاي؟ في البداية فندم أهلا وسهلا بحضرتك ومشاهدينك الكرام. رغم أن الأرقام دائما تترك علامة على الأبواب والعروض الافتتاحية بتقول ان الاستثمارات الحقيقه اقل من المتوقع، ويمكن احنا شايفينها 17%، لكن هي كانت تستحق ان تكون اكثر من ذلك. ولكن الحقيقه العالم ضحى بقضيه التغيرات المناخيه وجعلها في المرتبه الثانيه، وجعل الحروب والصراعات في المرتبه الاولى بدلا من الحفاظ على حياه الانسان وانقاذ كوكب الارض. استاذه انجي، خلينا نبص للصوره العامه. لابد من إعادة التوازن للحياة. العالم في التوقعات حتى عام 2050 لديه خسائر تبلغ حوالي $500 تريليون. الأمر ده نتيجة للتغيرات المناخية بشكل مباشر. بالتأكيد. الأمر الثاني أن الحقيقة كان لابد أن النظر إلى كم الانبعاثات الكربونية الحالية على مستوى العالم، والتي تبلغ 32 مليار طن، وارتفاع درجة حرارة الأرض اللي كلنا عارفينه 1.1 درجة مئوية. ولكن للأسف، ونقطة ومن أول السطر، دقوا طبول الحرب وارتفعت الانبعاثات الكربونية، وكلما ترتفع طبعا منسوب المخاطر كيف يرتفع منسوب الاستثمارات. فالتغير المناخي هنا وقع بين أمرين، مطرقة السياسة وسندان الاقتصاد. طب دلوقتي دكتورة وفاء، يعني هذه درجة حرارة الأرض في يومنا هذا وإحنا بنتكلم، طبعا هذا الرقم على ما يبدو من كلام حضرتك أنه غير كافي على الإطلاق للتعامل مع أزمة المناخ. هذا الرقم ممكن يشكل مساعدة قد إيه في مقارنة أو في مواجهة درجة الحرارة اللي بنتكلم عنها؟ لا يشكل ضرر كبير. يعني بعض التوقعات بتقول 4 من 10، درجة التوقعات بتقول 8 من 10. ولكن احنا خلينا نقول يا فندم، تقديرات مثلا صندوق النقد الدولي التي قالت في الفترة الماضية ان احنا الحقيقة محتاجين الى ضخ كم كبير من الاستثمارات علشان يكون ليه مردود ايجابي. خلينا لا نفصل قضية التغيرات المناخية عن قضايا
كتير زي معدلات النمو والكلفة الاقتصادية العالمية، الكل في دوائر واحدة، بمعنى ان احنا الحقيقة في عالم الاواني المستطرقة، يعني كل قضية بتؤثر يا استاذ انجي على الاخرى. ولكن العالم طبعا اكيد عارف ان قضية التغيرات المناخية مرتبطة ارتباط كبير وليها سلم في الاولويات، ولكن احنا هنشوف ان مثلا اوروبا في سلم الأولويات هي الحقيقة تراجعت لأن بنيتها التحتية غير جاهزة، وبدأت دول كثيرة جدا ترجع تاني لاستخدام الفحم وتعتبر أنها وصلت لطاقتها المتجددة باستخدام محطات الطاقة النووية مرة أخرى. من المحتمل أن تعاود الاستثمارات في الطاقة المتجددة زيادة على المدى الطويل، لأن احنا شايفين ألمانيا بدأت تسمح بتراخيص للمطورين بإقامة طواحين للهواء على الأرض وطرحت مساحات، ولكن أوروبا بالكامل هي ليست مستعدة بالنسبة للبنية التحتية. طب هذا المدى الطويل ممكن يكون تقريبا قد إيه يا دكتور؟ الحقيقة احنا لم يبقى أمامنا كما قال كوب 28 وهو آخر اللقاءات بالنسبة للكوبات، احنا امامنا 7 أعوام حتى عام 2030، فالوقت ضيق جدا على اللحاق. يعني احنا الحقيقة محتاجين خلال ال7 أعوام او ال6 أعوام اللي فاضلين الحقيقة ان احنا تكون وترتنا اسرع من كده، لان الحد من الانبعاثات او الاهتمام بالاستثمار في الطاقة المتجددة الحقيقة هو مش بس هيقلل الانبعاثات، احنا عندنا قضايا تنمية كبيرة جدا طبعا. تعتمد في المقام الاول على مسألة مصادر الطاقة المتجددة للاستدامة وتنويع المصادر ودعم الابتكار وخلق فرص العمل وتحسين القدرات الإنتاجية وتوطين الصناعات، كل ده مرتبط ارتباط وثيق بقضية التغيرات المناخية. ولكن الحقيقة يا أستاذ إنجي الكلفة الاقتصادية للعالم في هذه المرحلة كبيرة جدا، لأن احنا عندنا انذار مبكر أن العالم كله على أحواله التي ليست على ما يرام، وإحنا شايفين المؤسسات المالية اللي أزعجت العالم بتصنيفاتها وتقييماتها، ويمكن مؤشرات النمو الاقتصادي العالمي في التقرير الأخير الصادر عن أفاق المستقبل بالنسبة للاقتصاد العالمي، واللي بتقول أن معدلات النمو في عام 24 قلت إلى 2.4، ده بيبرز لنا أن هناك تشدد أو معامل المخاطرة أو شهية المخاطر بالنسبة للمستثمرين في مجال الطاقة المتجددة طبعا هتكون قلت بفعل عوامل الخوف من. وعلى ما يبدو يا دكتورة وفاء أنه المشكلة ليست فقط في شهية المستثمرين ولكن في الإرادة السياسية زي ما حضرتك ذكرتي من دول العالم اللي بتفضل فعلا الحروب على التنمية وحتى على يعني الحفاظ على اقتصادتها والاقتصاد العالمي. شكرا جزيلا دكتور وفاء علي أستاذ الاقتصاد والطاقة على هذه المداخلة. نذهب إلى الصين حيث تراجعت عوائد الديون السيادية مع تزايد توقعات المستثمرين بشأن اتخاذ مزيد من إجراءات التيسير النقدي في ظل ضعف الاقتصاد. وانخفض عائد السندات السيادية الصينية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.1 نقطة أساس بعد هبوطه إلى 2.47% ليسجل أدنى مستوى له منذ عام 2002. ويتوقع بنك بي ان بي باريبا خفض الصين للفائدة بحلول فبراير المقبل ثم إجراء خفض آخر خلال الربع الثاني من العام، وهو ما قد يدفع عائد السندات العشرية للانخفاض إلى نطاق 2.2 و2.3 هذا العام بالمئة. هذا وتراجعت الأسهم الصينية بشكل حاد في نهاية تعاملات الثلاثاء، وذلك في ظل انخفاض معنويات المستثمرين طبعا تجاه استمرار تعثر القطاع العقاري خاصة بعد الحكم القضائي بتصفية مطورة العقارات إيفرغراند. وهبط مؤشر شانغهاي المركب بنسبة 1.8%، وتراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.9%. وكشفت نتائج استطلاع أجراه بنك جولدمان ساكس هذا الشهر اعتقاد 59% من المستثمرين الذين شملهم المسح بأنه يمكن الاستثمار في الأسواق الصينية، وهذا يعني تردد 41% من المشاركين بشأن شراء الأسهم الصينية. وكانت أبرز مخاوف المستثمرين إزاء حيازة الأسهم الصينية هي المخاطر الجيوسياسية والسياسات المحلية وانكماش الاقتصاد.
نتحول إلى أوروبا وتحديدا بريطانيا التي فرضت السلطات فيها غرامة قدرها 57 مليون و400 ألف جنيه استرليني، وهو ما يعادل 73 مليون دولار على بنك HSBC بسبب قصور في حماية بعض المودعين على مدى عدة سنوات. تعد العقوبة هي الأولى من نوعها بموجب القوانين البريطانية المعنية بحماية العملاء في حال تعثر البنوك. وقالت هيئة التنظيم الاحترازية التابعة لبنك إنجلترا إن HSBC أخفق في تحديد الودائع المؤهلة للحصول على خطة تعويض الخدمات المالية البريطانية والتي تحمي أموال العملاء النقدية حتى 85 ألف جنيه استرليني. وتبين أن البنك حدد بشكل غير صحيح 99% من الودائع المؤهلة باعتبارها غير مؤهلة. وأوضحت هيئة الرقابة أنها خفضت الغرامة المفروضة على البنك إلى 57 مليون جنيه استرليني بدلاً من 96 مليون ونصف مليون جنيه استرليني بسبب تعاونه أثناء التحقيقات. هذا واستقر الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو دون تغيير في الربع الأخير من عام 2023. وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي استقرار الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو على أساس فصلي في الربع الرابع من 2023 بعد انخفاضه 10% في الربع الثالث. وأظهرت البيانات نمو الاقتصاد الأوروبي بنسبة 10% على أساس سنوي معدل موسميا في الربع الماضي، في حين بلغ معدل نموه 15% على مدار عام 2023 بأكمله. أما في ألمانيا تحديداً فقد انكمش الاقتصاد 20% في الربع الرابع من 2023 وذلك على أساس سنوي، ويعود سبب الانكماش إلى استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الخارجي، كما توقع في ذات السياق معهد إيفو انخفاضاً بنسبة 20% في الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في الربع الأول من عام 2024. وفي عام 2022 كان أكبر اقتصاد في أوروبا قد سجل توسعاً بنسبة 1.8% مع استمراره في التعافي من صدمة وباء كورونا. لتفاصيل أكثر حول أداء الاقتصاد الألماني معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد مجدي المحلل الاقتصادي. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. في البداية، إيه هي الأسباب التي أدت إلى انكماش الاقتصاد الألماني غير التضخم وارتفاع أسعار الطاقة؟ مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على السادة المشاهدين. بالنسبة للاقتصاد الألماني زي ما حضرتك ما وضحتي حالا ان هو حصل في انكماش في الربع الأخير من عام 2023، وبعيدا عن مستويات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة نقدر نقول ان هناك برضو عدة عوامل داخلية داخل البيئة الألمانية هي التي أدت الى هذا الانكماش. البيئة الألمانية هي بيئة متعددة الأزمات، كمثال إضراب السكة الحديد الذي ينظمه سائقو القطارات في البلاد بسبب حدوث مشاكل، ده سبب حدوث مشاكل واسعة للشركات خلال الفترة اللي فاتت، ومن بينها شركات نقل البضائع، وذلك بيسبب خسائر في حجم إنتاج كل الشركات وتقليص الإنتاج وإغلاق الصناعة، كل ذلك يؤدي إلى الانكماش في الاقتصاد الألماني. بجانب أن هناك كان هناك أيضا إضراب للمزارعين. بالنسبة لإضراب السكة الحديد هو ليس المرة الأولى، ولكن هو المرة الرابعة خلال أشهر قليلة جدا. ده طبعا بيؤدي إلى فقدان الثقة في حركة القطارات الألمانية أو وسيلة النقل من خلال القطارات في ألمانيا. ده أيضا أثر على بعض الشركات هناك، والتي هي نقلت بالفعل خطوط إنتاج من داخل أوروبا ومن داخل ألمانيا إلى وجهات أخرى مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية. وإحنا تابعنا كمان يا أستاذ أحمد أنه كان في 2023 عدد كبير من الشركات الألمانية التي أعلنت إفلاسها، وكان في أيضا مصانع كانت تدرس التخارج تماما من البيئة الألمانية. شايف تأثيرات هذا الأمر إزاي، وكيف تتعامل الدولة الألمانية مع هذا الأمر؟
طبعا كل ده زي ما قلت لحضرتك، لان هي البيئه الالمانيه بيئه متعدده الازمات، ده ادى الى هروب المستثمر خارج البيئه الالمانيه، كل ذلك ادى الى الانكماش بجانب عوامل اخرى اقتصاديه عالميه، زي مثلا تفوق الصين في انتاج السيارات على رقم واحد في مستوى العالم كله، ده اثر برضه، وخاصه ان المانيا هي دوله صناعيه، دوله صادرات، دوله تعتمد على الصادرات وعلى الصناعه، كل ذلك ادى الى انكماش الاقتصاد الألماني بجانب التوترات الملاحية في العالم كله، خاصة لما تكون دولة صناعية، دولة بتصدر، محتاجة ان هي تصدر، محتاجة ان هي سلاسل التوريدات تمشي بشكل منتظم خلال العالم. كل هذه الأسباب جاءت في عكس الاقتصاد الألماني مما أثر عليه، وده كان المتوقع ليه خلال هذا العام. طيب بالنسبة لتوقعات العام المقبل هتكون عاملة ازاي، خاصة انه بما انه حضرتك ذكرت نقطة الصادرات، كان في ضربة اتت لألمانيا، لصادرات ألمانيا تحديدا من الصين في الفترة الأخيرة، هتتعامل ازاي في هذا الملف؟ اعتقد ان احنا يعني من تسجيل الربع الثاني على التوالي لانكماش خلال العام 2023، اعتقد ان احنا داخلين عام 2024 واحنا برضو اعتقد ان قد يكون هناك انكماش، ولكن خلينا نتكلم على نقطة الركود في الاقتصاد الالماني. ان كان هناك ركود متوقع في الاقتصاد الالماني فلن يمكن تحديده الا بحلول الربع الثاني من خلال عام 2024، وده اعتمادا على بيانات الربع الاول من 2024، هل هتستطيع المانيا السيطرة على الوضع داخل البلاد وتسوية البيئة الداخلية واستقطاب الاستثمارات الخارجية مرة أخرى لتفادي دخولها في ركود، كل ذلك سيعتمد على البيانات وعلى الآليات التي ستتخذها الحكومة الألمانية خلال الربع الأول من عام 2024. شكرا جزيلا أستاذ أحمد مجدي المحلل الاقتصادي على هذه المداخلة. بعد الفاصل لقاء مع المهندس جمال عسكر خبير صناعة السيارات، والحديث سيكون حول جهود الدولة في تحفيز صناعة السيارات، ابقوا معنا. أهلا بكم. تلعب صناعة السيارات دورا في تحسين الأداء الخارجي للدول من خلال زيادة الصادرات، ومن هذا المنطلق أولت الدولة المصرية اهتماما خاصا لصناعة السيارات، وتمثل هذا الاهتمام بطرح الاستراتيجية الوطنية للسيارات وتوفير حوافز لتعزيز التصنيع المحلي. في العرض التالي سنتعرف على جهود الدولة لتحفيز صناعة السيارات في مصر وفق تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. التقرير استعرض المؤشرات المتعلقة بسوق صناعة السيارات في مصر من حيث الإنتاج والمبيعات والقدرة على التصدير واستيراد الأجزاء المكونة للسيارات، كما استعرض توقعات مؤسسة فيتش بأن تصل مبيعات السيارات إلى ما يقرب من 270 ألف سيارة خلال 2030. من خلال تتبع حجم التبادل التجاري بين مصر وعدد من الاتفاقيات التجارية البارزة، تتضح أهمية دول الاتحاد الأوروبي تحديدا كشريك تجاري لمصر، سواء على مستوى الصادرات أو حتى الواردات المصرية من المركبات ولوازمها خلال عام 2022، حيث استحوذ أكثر من 41% من إجمالي واردات مصر من القطاع خلال العام ذاته. استعرض التقرير كذلك جهود مصر في تحفيز صناعة السيارات والصناعات المغذية، أبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر في منتصف يونيو 2022، كما يعد البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات في مصر بمثابة سياسة متكاملة لصناعة السيارات في مصر والصناعات المغذية لها، بما يتوافق مع جميع الالتزامات الدولية. ويتضمن هذا البرنامج مجموعة من الحوافز تتمثل في نظام تعريفة يسهل إجراءات الإفراج الجمركي للشركات المشاركة، كما استطاعت المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة والتي تم إطلاقها عام 2021 خلال عامين بالدخول في 15 محافظة في المرحلة الأولى للمبادرة، وذلك أتى تمهيدا لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة في باقي المحافظات. كما تعمل المبادرة على توطين صناعة السيارات من خلال زيادة نسبة المكون المحلي بالطبع. واهتمت أيضا الحكومة بالصناعات المغذية لصناعة السيارات وكذلك البنية التحتية المرتبطة بالصناعة، حيث تم إنشاء وتشغيل ما يقرب من 3000 محطة شحن بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 450 مليون جنيه في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة وكذلك مدينة شرم الشيخ.
وعملت الحكومة على توفير كل الدعم اللازم لشركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت بهدف إقامة أكبر مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بجميع أنواعها في مدينة العاشر من رمضان، وذلك لتصدير منتجاته لمختلف الأسواق الأوروبية، حيث يعمل هذا المصنع على توفير ضفائر كهربائية وعقول إلكترونية كذلك لعدد مليون سيارة سنويا، بما يوفر 3500 فرصة عمل. وفي ضوء تحفيز إنتاج سيارات الكهرباء في مصر، تم تدشين مشروع تصنيع سيارة كهربائية مصرية بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتهيئة بيئة محفزة لإنتاج وتوطين التكنولوجيا، وخطط الوزارة كذلك للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية تحديداً. وفي إطار تعزيز سبل التعاون الدولي، تم عقد عدد من الاتفاقيات الإطارية مع كبرى شركات السيارات العالمية بما يعمل على توطين صناعة السيارات في مصر، فقد تم توقيع 3 اتفاقيات ملزمة في فبراير 2023 لضخ استثمارات بقيمة 145 مليون دولار في قطاع السيارات تحديداً. إذن مشاهدينا، كان هذا عرضا سريعا حول جهود الدولة لتحفيز صناعة السيارات في مصر، ونناقش أبعاد هذا الملف بشكل أكثر تفصيلا مع ضيفي عبر زوم، المهندس جمال عسكر خبير صناعة السيارات. أهلا وسهلا يا باشمهندس. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. في البداية باشمهندس، يعني لو توضح للمشاهد بشكل مبسط الدور الذي تلعبه صناعة السيارات في الاقتصاد المصري. تعتبر صناعة السيارات هي قاطرة التنمية بالنسبة للشعوب، وخاصة الشعوب مثل جمهورية مصر العربية والمغرب وجنوب أفريقيا والعديد من الدول وتركيا وخلافه. هنا بنتكلم على أن هذه الصناعة هي قاطرة التنمية للشعوب، بمعنى أن إنشاء المصانع وتصنيع المكونات وتصنيع السيارات في الدولة ده بيعمل أول حاجة بيعملها على أن حضرتك بتتغلبي على احتياجك للعملة الصعبة في الدولة بشكل كبير. تاني حاجة بنتكلم على خفض معدلات البطالة بالدولة، خاصة لما تكون دولة زي مصر بتخرج في حدود 35 ألف مهندس سنويا ما بين مهندسين ميكانيكا ومهندسين كهرباء. نتكلم على تواجد مدارس التعليم الصناعي نظام الثلاث سنوات وخمس سنوات، نتكلم على المعاهد التكنولوجية اللي انتشرت في الدولة بتعليمات من رئيس الدولة بزيادة افتتاح المعاهد التكنولوجية والكليات التكنولوجية اللي بتعتمد أساسا على تخريج مهندس فني قادر على العمل في الدولة أو خارج الدولة المصرية. طب مهندس كمان، يعني ده جزء من جهود الدولة المصرية في تشجيع ودعم صناعة السيارات، هنتطرق له حالا، ولكن بما أن حضرتك تطرقت لهذه النقطة، من متابعتك شايف إقبال الشباب على تعلم مثل هذه أو دخول مثل هذه المجالات عامل إزاي في هذه المرحلة؟ هل اهتمامهم زاد أم قل، أم يعني بتتابع إزاي إقبال الشباب على تعلم هذه الصناعات أو هذه العلوم؟ أنا بشوف هذا الكلام واضح جدا في جمهورية مصر العربية بانتشار المعاهد والأكاديميات التدريب على السيارات. ده جزء مهم جدا على تشخيص الأعطال على صناعة السيارات وتجميع المكونات. كلمي على الأكاديميات موجودة في مصر بشكل كبير جدا وليها مجهودات مصرية ومجهودات خليجية. شوف كمان في منطقة الخليج بنتكلم على معاهد وأكاديميات كبيرة جدا موجودة، يعني اتكلمنا على سيارات في السعودية، تكلمي على سيارات زي اللوسيد الموجودة في المملكة، بتكلمي على شركتين تاني بيشتغلوا في نفس الإطار، تجدي معاهد تدريبية خاصة بالسيارات على سبيل المثال بتاخدي إبهار لتدريب السيارات، تتكلم على كل جزء في المركبة بشكل كبير ومتطور. تكلمي في جمهورية مصر العربية على الأكاديمية المصرية لتعليم كل ما هو يخص الميكانيكا والكهرباء، في فروع كتيرة موجودة في الدولة وتعاون كبير مع جامعة حلوان كلية التكنولوجيا، تكلمي على تعاون كبير مع كلية مع النقابة العامة للمهندسين مع الأكاديمية المصرية، كل ده تعاون كبير جدا بيتم على كل الأفرع ليه؟ عشان نبدأ في دخول هذا المجال واحنا لا كان لينا الريادة والصدارة في هذه الصناعة. تاني حاجة بنتكلم على معدلات بيع السيارات في الدولة المصرية، لو احنا مثلا في حدود سنة 2010 كان عندنا معدلات المبيعات بتصل إلى 300 ألف سيارة سنويا، بدأ هذا الرقم يتدهور إلى أن آخر 6 سنوات موجودين في الدولة المصرية
تلاقي معدل المبيعات في 6 سنوات بيصل الى 170 او 175 سياره سنويا بتبيعها السوق المصري. لو قارنا في الخليج مثلا تجد السعوديه على سبيل المثال بتبيع في حدود من 850 الى 950 الف سياره، وده بيعتبر عدد كبير جدا من المبيعات على دولة قوامها 34 مليون مواطن. لو اتكلمنا على مصر بنتكلم على دولة قوامها 110 مليون مواطن، فلازم معدل مبيعات او التوتال سيلز فوليوم يعني معدلات اجمالي مبيعات الدولة في السنة لازم يتجاوز تقريبا في حدود مليون سيارة عشان نبدا نشتغل والصناعة دي تقوم. هنجد هنا لو جينا نقارن ما بين مصر والمغرب، مصر بدأت صناعة السيارات منذ بداية الستينات مع المهندس عادل جزارين في شركة تصنيع السيارات الشركة الوطنية. كل ده كان معاه ايه؟ كان معاه تدريب وكان معاه متابعة. النهاردة لازم ده على الأرض المصرية هتجد ان وجود الأكاديميات وكليات الهندسة وكليات التكنولوجيا ده بمعدل كبير جدا بدأ يخرج المهندسين والطلاب التعليم الصناعي. لازم نعمل احنا اتفاقيات، وده هتجديه موجود في الأكاديمية المصرية لتدريب السيارات بالتعاون مع وزارة الصناعة المؤسسة الوطنية لتخريج شباب مدرب او فني او فني مميز بشكل كبير جدا، وبيحضر التقييمات دي وبتتعمل تقييمات للطلبة فنيا من مهندسين متخصصين ومحترفين في مصر والخارج. والتعاون ده لما بيتم مع وزارة الصناعة بيفتح للطالب أو للمتدرب أو للمهندس طريق كبير جدا ان هو نبدأ نسطر هذه العمالة للخارج لأوروبا أو لدول الخليج التي طبعا تعتبر في أشد الاحتياج في هذه الفترة لهكذا طلاب فنيين ومهندسين فنيين على أرضها. النقطة دي يا باشمهندس تنقلني لسؤال حضرتك عن الاستراتيجية الوطنية للسيارات، شايف أبعاد هذه الخطوة عاملة إزاي خاصة في هذا التوقيت؟ هو احنا فاهم هي لسه الاستراتيجيات، وده اللي انا بستغرب فيه ان احنا عندنا تم انشاء المجلس الاعلى لصناعه السيارات بقياده او برئاسه معالي دوله رئيس الوزراء ومجموعه كبيره من الوزراء المعنيين بالامر، ولكن حتى الان لم تصدر استراتيجيه واضحه. مش بس دلوقتي، ده من 4 وزراء صناعه فاتوا، المهندس طارق قبيل، المهندس عمرو نصار، الوزير نيفين جامع، وحتى الان مع الوزير احمد سمير لم تصدر استراتيجيه واضحه بشكل كامل عشان كل مصنعي السيارات وكل ما يخص السيارات تبقى واضحه. وده على اساسه ايه التحديات امام التجميع. هذه الخطوه التحديات ان احنا نشتغل على الاستراتيجيات دي، ان حد متخصص لدينا من المصريين المتخصصين عدد كبير جدا ممكن يشتغل على الجزئيه دي. ازاي احنا ما نشتغلش ونطلع هذه الاستراتيجيه بشكل سريع جدا؟ ليه؟ عشان المستثمر المصري والمستثمر العربي والخليجي والمستثمر الاجنبي يبداوا يخشوا الدوله المصريه ويبداوا يعملوا شراكات كتيره على ما تم في الشهر الماضي ما بين شركه جلوبال ايجيبت وكيل بي ام دبليو في مصر بالتعاون مع الدوله المصريه في وضع استراتيجيات واتفاقيات كبيره لعمل دراسات جدوى على اعلى مستوى في مراكز دولية عالمية للبدء في صناعة السيارات بشكل كبير جدا. كنت ولا عالم النهاردة وبيهمنا أول دولة هي الصين على مستوى العالم. إن احنا نتكلم على الصين كدولة معقل صناعة السيارات على مستوى العالم، معقل الصناعة بكل أشكالها وألوانها في كل دول العالم. النهاردة الصين على سبيل المثال بسنة 2023 أنتجت ما يقرب من 27.4 مليون سيارة، في سنة 2022 أنتجت الصين حوالي 26.6 مليون سيارة. ده كم كبير جدا بتصدر منه الصين جزء بسيط بيصل من 6 إلى 7 مليون سيارة للخارج، وبتستحوذ الدوميستيك ماركت أو السوق المحلي على نسبة تقترب من 20 مليون سيارة سنويا. ليه؟ لأن عدد سكان الصين بيصل إلى 1.4 مليار نسمة. احنا بنتكلم على خطوط تعاون لازم تتم ما بين الدولة المصرية كما تتم في دول الخليج الآن مع دولة الصين. ليه؟ لأن الصين بتعمل منتج على 3 شرائح، شريحة بسيطة، شريحة متوسطة، والشريحة اللاكشري كار أو التي تخص أصحاب الكرافتات الشيك أو الياقات البيض، بتتكلم على أسعار عالية جدا. النهاردة متوسط ثمن العربية في السوق المصري بيصل من 30 إلى 35 ألف دولار. هتبصي على الجانب الخليجي هتلاقي العربيات بتصل من 70 إلى 80 ألف دولار للعربية الواحدة. طب دلوقتي يا باشمهندس يعني حضرتك اتكلمت على عدد من النقاط الهامة جدا في ملف
تصنيع السيارات. ايه المقومات؟ وحضرتك اتكلمت عن المقوم البشري وتدريب وتعليم الشباب كل ما يتعلق بهذه الصناعة. ايه المقومات الاخرى اللي بتحتاج تركيز اكثر ومصر بتمتلكها لتشجيع المستثمرين على دخول هذه السوق اكثر وزيادة فكرة ترسيخ فكرة صناعة السيارات في مصر اكثر؟ لو احنا عندنا الهيومن كابيتال موجود ومؤهل ومتعلم ومدرب وعندنا مصانع كتيره جدا. لو بصيتي حضرتك على مصانع وزاره الانتاج الحربي، تكلمي على الهيئه العربيه للتصنيع، تكلمي على اماكن كتيره جدا فيها مصانع، عدد لا نهائي من المصانع. فده مطلوب يشتغل. الحاجه الثانيه، عندك شركه تناص السيارات، الشركه الوطنيه المختصه بصناعه السيارات في مصر، هتلاقي الشركه مقفوله بقى لها 18 سنه. هل الكلام ده محدش من المسؤولين عنده خلفية عنه؟ النهاردة في 4 عنابر في شركة النصر للسيارات، الشركة الوطنية المصرية، النهاردة اتعمل فيهم ايه الاربع عنابر دول؟ لازم العنابر دي تشتغل. ده يتم ازاي؟ بتعاون مع المستثمرين الاجانب، بتعاون مع دولة الصين اللي بتمنح حاجات كتيرة جدا، بس انا لازم اديهم برضو. النهاردة الجيم اللي بتلعب على مستوى العالم جيم بيسموه وين وين. الوين وين جيم ان كل الناس تبقى عندها ربحيه، الدوله المصريه عندها ربحيه، دوله الصين عندها ربحيه، العماله اللي تشتغل في هذه الشركه ليها مرتبات عاليه جدا وليها بونص سكيم، معدل حوافز او صرف حوافز، ده بيطابق الانتاج. بمعنى لو احنا اشتغلنا في هذه المصانع بتاعتنا المصريه دي بايدي عامله مصريه 100%، وحضرتك عملتي كي بيرفورمانس انديكيتورز، بدات تقيسي اداء الناس، لان احنا عندنا اماكن كتيره جدا لا تهتم بقياس معدلات الاداء للفنيين والمهندسين. لازم حضرتك ده بتحسب بالساعه وبتحسب باليوم وبتحسب بالاسبوع وبتحسب بالشهر والكوارتر، وبعد كده نبدا نحسبه نص سنوي وسنوي عشان نقدر نشوف الناس دي، هل الناس دي اتشيف التارجت ولا مش اتشيف التارجت، حققت بالفعل الهدف المطلوب ولا ما حققتش. عشان نعمل هذا الكلام لازم عندنا ادوات قياس. النهارده انا بوزن واحد محتاج ميزان، بقيس طول واحد محتاج متر، ببدا اقيس البرودكتيفيتي الانتاجيه للمهندسين والعاملين بالمقاييس المناسبه، ببدا اقيس البرفورمانس بالمقاييس اس بيرز انترناشونال ستاندرد. طيب بناء على المعايير الدولية. طيب دلوقتي بما أنه تطرقنا لمسألة مشاركة أطراف أخرى أو دول أخرى، بتقيم إزاي بروتوكول التعاون الأخير اللي تم الاتفاق عليه مع فولكس فاجن أفريكا بخصوص تصنيع عدد من السيارات في مصر؟ بص يا فندم، أقول لحضرتك على حاجة. عشان نبدأ نعمل مشروع زي ده والمشروع ده يأتي ثماره، لازم يكون عندنا إحنا عاملين فيزابيليتي ستادي. فيزابيليتي ستادي دي بتقول إيه؟ بتقول إيه الماركت نيدز، احتياجاتنا في السوق قد إيه؟ الشرايح اللي هنشتغل عليها قد إيه؟ عشان نقدر نشتغل. لكن أنا النهارده ما عنديش فيزابيليتي ستادي، ورئيس الدولة بيحتم على أي مشروع جديد يتعمل إن يكون في دراسة جدوى. ليه؟ أعرف احتياجات السوق، أعرف الكاستمر ريكوايرمنت المطلوب، العميل عايز ايه، عشان اقدر اعمل ازاي، اعمل كوتشنير، اعمل استقصاء عشان اعرف العملاء اللي عندي محتاجين ايه. شريحه من العربيات الصغيره جدا 300 400 500 الف جنيه، او محتاجين حاجه 800 900 الف جنيه، او محتاجين حاجه من اول 2 مليون وحضرتك طالع لغايه 3 و4 مليون. فلما نتكلم على شراكات بتتم لازم نلقى ثمارها على الارض. حتى الان احنا ما شفناش هذا الكلام، او انا عن نفسي. اذا يمكن المفتاح الرئيسي في هذه المعادله هو البحث اكثر، او يعني كل اساليب البحث عن احتياجات السوق الحقيقيه. شكرا جزيلا المهندس جمال عسكر، خبير صناعه السيارات، على كل هذه التحليلات وكل هذه المعلومات. دعونا ننتقل الى ملف اخر في مال أعمال، حيث قضت محكمة هونغ كونغ بتصفية مجموعة إيفرغراند العقارية الصينية، والتي تعد المطور الأكثر مديونية في العالم بأكثر من 300 مليار دولار. قبل الحكم كان سهم الشركة يتداول بانخفاض 20%، وبعد الحكم تم وقف التداول على أسهم إيفرغراند والشركات التابعة لها المدرجة. لكن ما أسباب تصفية إيفرغراند وما وقع ذلك على الصين والأسواق العالمية؟ معنا عبر الهاتف الأستاذ هيثم الجندي المحلل الاقتصادي لمزيد من المناقشة. أهلا وسهلا أستاذ هيثم. في البداية، قرار التصفية هل كان متوقعا؟ يعني في الحقيقة هو التطور الأخير بيبرز إلى أي مدى الأزمة العقارية آخذة في التفاقم في الصين. إيفرغراند هي تعتبر هي النموذج الأبرز في تدهور هذا القطاع، اللي بيمثل أهمية كبيرة جدا بما يمثله من حصة تصل لخمس حجم الاقتصاد الصيني.
الصيني واللي بيستحوذ على اغلب مدخرات الصينيين، واللي بسبب تدهوره بينعكس على اغلب المؤشرات الاقتصاديه الاخرى للصين بصوره ضعف في الطلب الداخلي، بيزيد من الضغوط على العملاق الصيني ثاني اكبر اقتصاد في العالم. بالنسبه للتطور الاخير والقرار الصادر عن محكمه هونغ كونغ، طبعا ده بيجي بعد عامين من تخلف الشركه في عام 2021 عن الوفاء بالتزاماتها او سداد مستحقات المعلمين. فطبعا اللي يعتبر ده سابقه من نوعها ان محكمه في هونغ كونغ تصدر قرار بتصفيه شركه بهذا الحجم، ده شركه التزاماتها تزيد زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي عن 300 مليار دولار ولديها اصول بقيمه 240 مليار دولار. ولكن طب هذا القرار يا استاذ هيثم يعني اكيد ليه تبعات كبيره، خلينا نبدا بالحديث عن الدائنين على سبيل المثال، لانه البعض بيتحدث عن فكره ممكن تكون مطروحه، فكره استحواذ الدائنين على اصول على سبيل المثال، ابعاد هذه النقطه هتكون ايه؟ وتعامل الصين مع هذه النقطه ممكن يكون عامل ازاي؟ يعني اعتقد ان ده مش السيناريو الامثل للدائنين. لو كانت الشركه اتمت اتفاق اعاده هيكل الدين مع الدائنين كانت فرصه استردادهم لمستحقاتهم هتكون افضل. ليه بنقول دوت؟ لان ان كانت هونغ كونغ اصدرت هذا القرار، اولا احنا ما نعرفش هل القضاء في الصين داخل البر الرئيس الصيني هيعترف هذا القرار ولا لا. والامر الثاني ده نقطه مهمه جدا. والامر الثاني ان اغلب اصول هذه الشركه داخل البر الرئيسي الصيني. وبالتالي الصين على طول الخط من بدء الازمه والمشاكل الاقتصاديه المتعلقه بالسوق العقاري، وهي بتدي اولويه لاتمام المشاريع السكنيه ودفع المستحقات للمتعاقدين على حساب الدائنين. وبالتالي ان كانت الاصول اللي تمتلكها الشركه اللي بنقول تصل ل 240 مليار دولار جوه البر الرئيسي الصيني، فهل الصين هتكون راضيه على انها تلبي احتياجات الدائنين على حساب مواطنيها واكمال الشركه مشاريعها السكنيه او العقاريه؟ فبالتالي دي علامه استفهام. وفي علامات استفهام اخرى ايضا في نفس النقطه استاذ هيثم، انه عدد كبير من الدائنين هم ليسوا صينيين، فبالتالي الصين هتتعامل ازاي مع هذه الفئه؟ بالظبط، وده بيحد من اولويه هؤلاء الدائنين بالنسبه للدوله الصينيه. لان في الاول وفي الاخر زي ما قلت حضرتك هو الصين من مصلحتها ان القطاع العقاري ينهض من جديد. فان يتم الاستحواذ او تصفيه شركه بهذا الحجم، كانت في وقت من الاوقات هي اكبر شركه من حيث المبيعات داخل الصين، فطبعا دوت هيكون تطور ليه تداعيات سلبيه اكتر على كمان يعني قطاعات اخرى. زي ما بنقول ان تدهور هذا القطاع بيدفع المواطن الصيني للاحجام على الانفاق، وعشان كده بنشوف معدلات نمو الاقتصاد الصيني يعني ان كان العام الماضي قدرت تحقق المستوى المستهدف اللي هو 5% ونمت بنسبه 5.2%، ففي الاول وفي الاخر ده معدل يعتبر متواضع مع امكانيات الصين واللي منتظر من الصين، وكمان لانه كمان بنقارن بسنه كان فيها اغلاقات بسبب كوفيد. صحيح. وفي العام الجاري عام 2024 في التوقعات برضو مش كانت ضعيفه. لا لا زالت ضعيفه يعني. كان من وقت قصير كان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لاقتصاد نمو الاقتصاد الصيني من 4.2% ل 4.6%، يعني لا زال بيتوقع ان الصين تعجز عن تلبيه المستوى المستهدف عند حوالي 5%. طيب يعني افهم من كلام حضرتك انه في حاله حدوث ازمه عقاريه، لو هنتكلم على التداعيات على المستوى الداخلي الصيني هيكون ليها دومينو افكت على عدد اخر من القطاعات. بالنسبه لتداعيات حدوث ازمه عقاريه على مستوى ما وراء الصين، بنتكلم عن رؤية أشمل شوية في العالم، ممكن تكون تأثيرتها إيه؟ ما هو القطاع العقاري في الصين أهميته بتيجي يعني زي ما بنقول أب ستريم وداون ستريم. القطاع دوت عشان يكون قايم أو بيعمل بشكل جيد معناها إن في طلب جيد على المواد الخام زي الحديد والصلب والمواد البناء. وفي نفس الوقت أيضا لو بنتكلم داون ستريم على السلع المنزليه والاجهزه المنزليه وتكوين الاسر اللي هو بيتضمن هذا الامر. فكون ان القطاع دوت مستمر في المعاناه فمعناها ان لا زال الطلب داخل الصين على السلع الخارجيه السلع الاوليه هيكون ضعيف. فبالتالي دايما القطاع دوت او في الفتره المقبله خروج الصين من الدوامه اللي هي فيها حاليا والتطورات الاخيره اللي من ضمنها مثلا انكماش الاسعار الديفليشن، يعني العالم كله عنده نمو في الاسعار بيحاول يسيطر عليه والصين بتحاول تزود الاسعار عندها لان لجوء الشركات لتخفيض الاسعار فده ناتج عن ضعف في الطلب الاستهلاكي. فالقطاع دوت هيبقى ليه تداعيات داخليا وخارجيا. طبعا لو استمرت ازمته معناها ان الصين طلبها على السلع من الخارج هيكون اضعف، وطبعا
في الحاله ديت نمو الاقتصاد العالمي ككل هيكون متضرر، والدول الناميه والناشئه طبعا لانه دايما الصين هي يعني كي بلاير او لاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي. طبعا هننتظر ونشوف تداعيات هذا الامر. شكرا جزيلا استاذ هيثم الجندي المحلل الاقتصادي على هذه المداخله وعلى كل هذه التحليلات. اذا مشاهدينا بهذا نصل الى ختام هذه الحلقه من مال واعمال، كنت معكم تحياتي انا انجي طاهر وتقبلوا تحيات فريق العمل كذلك، دمتم في امان الله.